الشعب المصري لسه ما انتخبش، لكن احنا قدرنا نعرف اختيارات الشعب المصري. اللي عايز يختار النظام السابق راح يختار النظام السابق، ما اختارش نص النظام السابق. اللي عايز يختار الاسلاميين راح يختار الاسلاميين وما اختارش نص الاسلاميين، واللي عايز يختار الثوره اختار الثوره وما اختارش نص الثوره. عشان كده رقم 4 و5 هم كلمه السر في نتيجه الانتخابات. عبد المنعم ابو فتوح وعمرو موسى. الشعب ما خدش نص الاسلامي وما خدش نص الفلول، خد الفلول او الاسلامي او الثوره. عشان كده احنا النهارده في عصر النهايه القصوى، في خيار الحد الاقصى، مفيش حلول وسط.